الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأثني عليه الخير كله دقه وجله أوله وآخره، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، تذكرت في هذه الأيام مع هذه الفتن العظام، تذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي بعد صلاة الفجر، ذكر لنا الدجال فخفض فيه ورفع، أي قرب أمره جدا. قال النواس بن سمعان: حتى ظنناه في طائفة النخل، أي ظننا أن الدجال في نخل المدينة، وصل نخل المدينة. فلما أصبحنا، أي في اليوم الذي بعده، غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف ذلك في وجهنا تغير، خوف على أنفسهم من فتنة الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. فقال: ما شأنكم؟ لما رأى وجوه أصحابه رضوان الله عليهم متغيرة قال: ما خطبكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، أي أخاف عليكم فتنة غير فتنة الدجال. كيف وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، كيف هنا يقول غير الدجال أخوفني عليكم، وهناك يقول لا يوجد فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من فتنة الدجال؟ الجواب على ذلك أيها الكرام أن فتنة الدجال لا يحضرها إلا من يعاصرون آخر الزمان، بينما الفتنة الأخرى التي خشيها ويخافها النبي صلى الله عليه وسلم علينا فتنة موجودة في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان. فما هي هذه الفتنة التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم علينا أشد من خوفه علينا من فتنة الدجال؟ فتنة الدجال محصورة في الذين يحضرون آخر الزمان ويشهدون آخر الزمان، أما الفتنة الأخرى فهي موجودة في كل زمان ومكان. جاء في سنن الترمذي بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
الذي يخافه علينا صلى الله عليه وسلم فتنة انفتاح الدنيا، فتنة انفتاح الدنيا، والتي تكون وتحصل وتقع في كل زمان، ليست كفتنة الدجال خاصة بآخر الزمان عند قيام الساعة أو قرب قيام الساعة. فتنة الدنيا، فتنة الحياة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر. التكاثر في ماذا؟ التكاثر في الأموال، في الأولاد، التكثر من الحياة الدنيا على حساب الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إنها آيات وأحاديث تذكيرية، إنها مصدات وكوابح تهدئ سرعتنا في انجرافنا مع فتنة الدنيا، إنها آثار وأخبار ومواعظ ربانية ومواعظ نبوية تنبهنا وتخرجنا من غفلتنا وانشغالنا بدنيانا. ولهذا كان من دعاء الصالحين: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. قال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج. قال النواس بن سمعان في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج، أي الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه من دونكم، فأنا حجيجه، أي إن خرج وهو حي صلى الله عليه وسلم فهو بأبي هو وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه يكفينا شر الدجال وفتنته. وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، أي كل مسلم يحاج ويدافع عن دينه بنفسه. وهذا إرشاد نبوي لطيف لعموم المسلمين أن يتفقهوا في الدين حتى يستطيعوا أن يواجهوا تلك الحجج والفتن التي يثيرها الدجال. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم بالدجال فلا يتعرض له ولا يأتينه، فإن الرجل يحسب أنه مؤمن فيأتي الدجال فما يلبث أن يؤمن بالدجال من كثرة ما يثير عليه من الفتن. شبه، حجج، منطق، نقاش. يأتي رجل يحسب نفسه مؤمنا فيأتي طواعية إلى الدجال، يأتي طواعية إلى الدجال يظن نفسه قوي الإيمان، يحسب أنه ثابت الجنان، يحسب أنه ثابت الأقدام، فيأتي إلى الدجال فيثير عليه الدجال فتن وشبهات وأفكار وأمور عقلية وأمور غيبية وأمور خارقة، فيؤمن بالدجال في نهاية الأمر، يكفر بالله ويؤمن بالدجال في آخر الأمر. ولهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نعرض أنفسنا على الفتن، أو أن نتعرض للفتن، أو نتعرض لأصحاب الفتن، أو نتعرض لأصحاب الشبه. لماذا؟ لأن الفتن والشبه خطافة تخطف القلوب. كم من شاب وكم من شابة ألحدوا في هذه السنوات المتأخرة، في هذه العشر سنوات الأخيرة على مستوى العالم وعلى مستوى بلادنا خاصة. كم من شابة ألحدت؟ من أين جاء هذا؟
هذا البلاء من الثقة الزائدة في النفس، جاء هذا البلاء من الجلوس عند من لا يوثق في دينه ولا في علمه، جعل قلبه سماع. قال الله تعالى: وفيكم سماعون لهم. سماع يسمع أي حوار فكري وأي برنامج حواري وأي نقاش، وكأنه بلغ من العلم أعلى المراتب، يستطيع أن يجيب على كل الحجج والشبه، بينما هو في العلم ضعيف جدا وفي الفقه أضعف، فلا يلبث أن يجلس مع أحد من يسمون بالمفكرين، من يسمون بالعقلانيين والمنطقيين، فيغسل دماغه ويتلاعب بعقله ويمسخ فكره حتى والعياذ بالله يشككه أول ما يشككه في كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من مجلسه وهو غير مقتنع بكل الأحاديث النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج وهو ليست لديه أدنى ثقة ولا ثبات بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ثم بعد ذلك يقحمه عقله وشياطين الإنس في أن يفسر القرآن برأيه وهواه دون أن يرجع إلى أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، دون أن يرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تأويل القرآن، يأتي وليته يفسر القرآن ولديه في لغة العرب موسوعية، للأسف يفسر القرآن باللغة الدارجية العامية، حتى لغة العرب ودلالات ألفاظها ومعاني كلماتها لا يعرفها ولا يفقهها ولا يعرف الأساليب والصياغات اللغوية، فيأتي إلى الآيات القرآنية فيفسرها كما شاء، حتى أن أحد هؤلاء الجهال ممن يسمون بالمفكرين استدل بقول رب العالمين في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقال: فيجوز للإنسان أن يكفر متى شاء وأن يؤمن متى شاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سئل أبو بكر رضي الله عنه عن آية من كتاب الله فتغير وجهه وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وسكت رضي الله عنه فلم يتكلم، وهو أعلم أصحاب رسول الله، وهو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف على نفسه أن يتفسر آية من كتاب ربه، يخاف أن يقول: هذا مراد الله في هذه الآية، ويأتي جاهل من الجهال فيتكلم ويتخوض، يتخوض ويخوض في كتاب الله عز وجل بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. والله جل وعلا حينما قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنما هو خطاب تهديد ووعيد وتحذير وتنذير، وليس خطاب تخيير. ولا يفهم أحد، ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية التخيير، ولا أحد من أئمة التفسير، ولا من السلف الصالحين، ولا من القرون المفضلة، لم يفهم أحد من هذه الآية أنها جاءت لتخيير العباد بين الإيمان وبين الكفر. تعلمون وتعرفون، هل تعلمون لماذا لم يفهموا هذا الفهم؟ لأنهم يعرفون لغة العرب بحق وحقيقة أولاً، ولأنهم متبعون وليسوا مبتدعين،
الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خطاب تهديد ووعيد كقولي ولله تعالى المثل الأعلى، كقول الابن الأب لابنه: إن خرجت من البيت ضربتك، أخرج أو لا تخرج. إن خرجت من البيت ضربتك، أخرج أو لا تخرج. أي قرر بنفسك بعد ذلك، إن خرجت فمصيرك العقوبة، وإن لم تخرج فلا عقوبة لك. كل عاقل فضلا عن كل لغوي، فضلا عن لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن، يفهم من هذا الخطاب التحذير والتنفير وليس التخيير. ولهذا والقرينة لذلك أن الله تعالى ذكر العذاب مباشرة: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج فلست فيكم. فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قلنا: يا رسول الله، فما مكثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله، فهذا اليوم الذي كسنة أتجزي فيه صلاة يوم؟ أتجزين فيه صلاة يوم؟ اهتمام الصحابة بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر العظيم الكبير. يوم كامل، يوم وليلة، سنة كاملة، سنة كاملة، سنة كاملة، نصفها نهار ونصفها ليل، يوم كسنة، 6 أشهر أو نحو ذلك، الشمس طالعة، ثم مثلها بعد ذلك ليل وظلام دامس. فاهتم الصحابة بصلاتهم في ذلك اليوم، اهتم الصحابة بصلاتهم لأن صلاتهم نجاتهم جميع نجاتهم. قالوا: يا رسول الله، أتجزينا في ذلك اليوم صلاة يوم؟ أتجزينا في ذلك اليوم الذي كسنة صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، أي احسبوا وقت كل صلاة بحسب المدة الزمنية التي تعرفونها. قلنا: فما إسراعه في الأرض؟ ما سرعة الدجال في تحركه من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في حديث آخر رواه البخاري ومسلم، قال فيه: ما من بلد إلا سيطأه الدجال، ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، على كل نقب من نقابها، أي مدخل من مداخلها، الملائكة يحرسونها. فينزل سبخة جوار المدينة، فتضطرب المدينة 3 مرات، فيخرج إليه منها كل كافر ومنافق. قيل: يا رسول الله، ما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. كالغيث، أي المطر، استدبرته الريح، أي ريح
ومعه مطر، مطر شديد كالغيث، الغيث الماء الكثير النازل، استدبرته الريح، معه ريح عادية، وأعلى سرعة رياح سجلت حسب القياسات العالمية وصلت إلى 408 كيلو في الساعة الواحدة. كالغيث استدبرته الريح، هذه سرعة الدجال في تحركه من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد، يعني بمعنى أنه يصل من هنا إلى القضارف في ساعة أو ساعة ونصف، ويصل من هنا إلى مكة في نحو ساعتين ونصف، هذه سرعته، أو ربما أكثر من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أعلم منا بمنتهى سرعة الرياح، هذا حسب القياسات العالمية، لكن ربما تكون سرعة الرياح أكثر من 400 كيلو متر في الساعة. الرياح، الأعاصير، التسونامي التي تقع في بعض بلدان العالم وصلت إلى 408 كيلو في الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالريح استدبرته، كالغيث استدبرته الريح، فيأتي إلى القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. فتنة، فتنة وامتحان من الله تعالى لعباده المؤمنين، أيصبرون أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعاث الدجال يمينا وشمالا: يا عباد الله فاثبتوا، اثبتوا على الإيمان بالله تبارك وتعالى، برسوله صلى الله عليه وسلم، بالإسلام وأحكامه وشعائره وشرائعه. قال: فيتركهم وتكون نوقهم أطول ما كانت ذرة، أي أسلمة، وأمدها خواص، وأسبغها ضروعا، ضروع البقر والنياق والمعيز تمتلئ لبنا، ثم يأتي إلى القوم فيدعوهم فيردون عليه أمره فيصبحون ممحدين، ليس في يدي في أيديهم من أموالهم شيء، فيصبحون ممحدين، ليس في أموالهم في أيديهم شيء. هناك ربما يأتي بعض ضعاف الإيمان ومنسوخي العقول فيقولون: تعالوا نطبع مع الدجال حتى تنصلح أحوالنا وتتيسر أمورنا، لأنه يتركهم ممحلين، ليس في أيديهم من أموالهم شيء. سيقولون في ذلك الوقت: السودان أولا، دعونا من كل شيء نصلح الأوضاع الاقتصادية أولا، مصر أولا، دعونا نصلح الأوضاع الاقتصادية ودعوا الدين جانبا، تعالوا نطبع مع الدجال. وبهذه العلة طبعوا اليوم مع الكيان الصهيوني الغاشم. فمن لم يصبر على هذه الفتن الحالية، كيف يا ترى سيصبر على فتنة الدجال في آخر الزمان عباد الله؟ قال: فيتركه الممحلين، ليس في أيديهم من أموالهم شيء، ليس في أيديهم من أموالهم شيء. فبينما هو على ذلك، إذ أذن الله تعالى بنزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فينزل عند المنارة البيضاء، قال صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، بين مهرودتين، أي ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا رفع رأسه قطر، وإذا طقطق تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه. عيسى صلى الله عليه وسلم حينما ينزل في آخر الزمان، ينزل شرقية دمشق، والدجال سيخرج ما بين الشام والعراق. ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان حكما عدلا، فيكسر الصليب ويضع الجزية
شريعة من؟ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: فلا يحل لكافر، هذا حكم كوني، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، مكان ما ينتهي نظر عيسى صلى الله عليه وسلم نفسه يصل إلى نهاية ما يصل إليه بصره. ففي حدود بصر ونظر عيسى صلى الله عليه وسلم أي كافر في هذه الدائرة تقع عين عيسى عليه الصلاة والسلام عليه يحل صريعا مباشرة. قال: فيطلب الدجال، عيسى عليه الصلاة والسلام يبحث عن الدجال هذا، فيطلب الدجال فيدركه عند باب اللب فلسطين، وهي منطقة احتلها واغتصبها اليهود اليوم، فيدركه عند باب اللب فيقتله، فتنتهي بذلك فتنة الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نواس بن سمعان: فيبقى الناس بعد ذلك 7 سنين ليس بين اثنين خصومة ولا بغضاء. يبقى الناس 7 سنين ليس بين اثنين خصومة ولا بغضاء، فيأذن الله تعالى بعد ذلك ليأجوج ومأجوج ليخرجون وهم من كل حدب ينسلون، فيوحي الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن حرز عبادي إلى الطور، أي تحيز إلى جبل الطور، وطور سينين أرض المقدسة، حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أذنت لعبادي لي لا يدان لأحد بقتالهم. فيخرج يأجوج ومأجوج فيأتون بحيرة طبرية فيشربها أولهم، فيأتي آخرهم فيقول: قد كان هاهنا ماء. فينحرف عيسى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في جبل الطور حتى يكون رأس الثور للواحد منهم خيرا من 100 دينار، من شدة الجوع والفقر والزاقة، من شدة العوز، من شدة الضيق، الحصار الذي حصل بسبب يأجوج ومأجوج. فيرغب عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله، فيرسل الله تبارك وتعالى على يأجوج ومأجوج النغف، فتأتي إلى رقابهم فيخربون فرسا، أي صرعا، يصرعون كنفس واحدة. فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم ومن معه من الجبل، فيأتون فإذا الأرض قد امتلأت بجثثهم ونتنهم، فيرغب عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، فينزل فيأمر الله تبارك وتعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كأسنمة البخت، كرؤوس البخت، أي رؤوس الجمال، طير رأسه رأس جبل، فتحمل أجسادهم فتلقيها حيث شاء الله تعالى، فينزل الله تعالى المطر فيغسل الأرض من ذهبهم ونتنهم، ويبارك في الرسل حتى تكون الناقة الواحدة للفئام من الناس، وتكفي البقرة الواحدة القبيلة من الناس، وتكفي العنز الواحدة الفخذ من الناس، ويأكل الفئام العصابة من رمانة واحدة يستظلون بقحفها، أي بقشرها، رمانة واحدة يأكل منها عصابة، العصابة فوق 20، فوق 20 تأكل العصابة من رمانة واحدة ويستظلون بظلها. يبارك الله تبارك وتعالى في الأرض، هذا حينما يعود الناس إلى دينهم ويتمسكون بهدي ربهم. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا برحمته، وأن ينور بصائرنا، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم عليك بأذى من آذى رسولك، اللهم عليك بمن آذى نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن استهزأ بنبيك
صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمكرون وفرنسا، اللهم عليك بمكرون وفرنسا، اللهم عليك بمكرون وفرنسا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اشدد عليهم وقتك، اللهم وفق المسلمين في العالم لإيصالهم ومقاطعة بضائعهم. اللهم اجعلهم ممحنين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتدين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإسلام، ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وابعثنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.